بسم الله الرحمن الرحيم. شباب، هنرسم رسمة السكرو جاك التانية. قبل كده دي الرسمة الجزء التاني، في اختلاف بعض الحاجات سمع برضو بالأوتوكاد. احنا عندنا البارس الموجود، عندنا البيز. المفروض البيز دي في عندي البوش يعني، أو النوت، شبه النوت كده يعني. هنلاقي القطر ده 80، هركب في 80، وبعدين في عندي السكرو. السكرو ده هيركب جوه النط ده، هنلاقي القطر الداخلي أو الألوز بتاعتي هنا 56، الألوز بتاعت الثريد دي 56. فال56 هتركب في 56 من جوه، بعدين في سيت سكرو هو هيدخل في الهول دي من الجنب. هنرسم كده البارس. نبتدي بالبيز، يمكن دي أكتر جزء عندنا. الدايمنشن زي ما احنا شايفين، فاحنا هنبدأ كده ايه الأول الأجزاء اللي عندي. نبدأ كده اللاين، هننزل كده 20، ناخد البوردرز، هنرسم نص رسمة ونص تاني شبهه. هبدأ بالـ20 دي لاين، رأسي لتحت 20، انتر، وبعدين نتحرك كده. الطول ده كله 240، نتحرك 120 أفقي. بعدين المفروض هنطلع الطول ده كله 230 عشان نجيب آخر الرسمة، انتر. وبعدين العرض ده كله بيساوي 130، يبقى احنا هنتحرك نص الطول بس 65. هننزل لأسفل 80 مللي، وبعد كده في ميل. طبعا بص، هنلاقي في عندنا الجزء ده في جزء 5، هندخل 5 شمال و5 يمين. يعني احنا هنا في عندنا دي 5، دي 5 عشان الريديس او الفيلت اللي عندنا. السكنس ده كله 25، جبناه منين؟ جبناه 130 ناقص 80 وقسمنا على الاثنين، فهيتلاقي عندنا فرق 50، 25 يمين و25 شمال. طيب، فاحنا هنرسم اللاين اللي عندنا ده. ممكن نعمل اوفست 25، انتر، ده لجوه، ده الطول اللي عندنا. وبعدين في لاين نتحرك كده 5 مللي، انتر، then انتر تاني 5 تاني، انتر. طيب، السلوب مش عارفينه، فاحنا نرسم تاني من تحت الجزء ده اللي عندنا. في لاين اوت، اللاين ده على بعد 160، يعني احنا ممكن نعمل اوفست تاني تحت، هيبقى عندي 240 ناقص 60، في فرق 80، 40 40، يبقى احنا عندنا 40، انتر. ناخد اوفست لده، الاوفست ده بس عشان نجيب الخط اللي عندنا. وممكن نرسم لاين نهاية ده لنهاية ده بس عشان نحدد النهاية. اللاين ده المفروض احنا هنرسم لاين تاني كده اهو، بالعرض طويل مش عارفين قد ايه. بعدين نرسم، نعمل موف لده، مش موف، هنعمل كوبي، انتر. ناخد نهاية ده ونحركه عند نهاية الخمسة دي عندنا، ونعمل اكستند، انتر، للخط ده لحد ما يحصل التقاطع اللي عندنا. فدي كده الايه الجزء الاول. احنا عندنا كمان ممكن نعمل اوفست، ده الجزء اللي فوق ده، ده على بعد 5 5، انتر، لللاين ده كده. وبعدين عندنا هنا من جوه في سلوب، يعني احنا عندنا ممكن نعمل لاين نتحرك كده 5، انتر. وبعدين 5 اللي عندي دي 5 فوق، انتر. ارسم لاين تاني من هنا عشان نجيب الميل اللي عندي. ترم بقى ونقطع كل الزيادات اللي عندنا في الرسم مرة واحدة. احنا عندنا انتر، ترم، انتر. هنقطع ده زيادة، ده الخط ده هيتشال من فوق. عندنا من الداخل في ده مش معانا، وده الجزء ده كده ترم عندنا. طيب، نشيل ده، و الجزء ده داخل ال انتر، ده برضه المفروض يتشال، والجزء ده يتشال.
عندنا تحت ده كده هيتشال ديليت. الفيلتس اللي عندنا هو ايه اللي هنا خمسة وهنا خمسة يعني دي الفيلتس تحت قايل لي ان اي radius مش محدد مش مدينا الريديس بتاعه فانا ناخد الفيلتس دي كلها خمسة زي بعضها هنعمل اف انتر المفروض نو تريم عادي المفروض تريم مش عايزين احنا قلنا لو في تحت في تريم قلت انتر نو تريم عادي وبعدين الراديوس بتاعنا انتر خمسة ملي ام عشان نعمل اكتر من فيلت فاحنا في فيلت هنا وهنا مع بعض وفي فيلت في الناحية التانية برضو ده مع ده المفروض المسافة دي خمسة احنا عملنا الترن ده مش مظبوط وبالتالي تاني الخط ده ما اخترناهوش صح ديليت هنعمل كوبي لده كده انتر بيس بوينت بتاعتنا اتحط على بداية الخط ده تمام كده خلاص هنعمل اف انتر تاني ار انتر يبقى خمسة انتر ام انتر هنختار تاني ده وده وهنا وهنا برضو وتحت في الفيلت هنا وهنا في تريم انتر هنقصقص كل الزيادات دي هنا برضو فوق قصقص الزيادات دي عندنا احنا هنا الفيلت بتاعنا رود الرسمة دي الفيلت اللي جوه بس هو اللي خمسة ده أقل من خمسة عين اللي جوه ده تمام جديد أنا هنعمل اف انتر اور انتر تلاتة انتر بين ده وده ده كده الجزء الأول في هاتش طبعا قبل ما نعمل الهاتش احنا عندنا النص ده في هنا ام 16 لو عملنا الجزء ده الام 16 دي هنحطها ونعملها في الجسم نخلي الهاتش ده بعدين طيب يبقى احنا هنعمل ميرور الخطوة الجاية للرسمة دي كلها mirror select all enter وبعدين ده ال error بتاعه الجروف ده اللي احنا هنركب فيه ال set screw الأبعاد 40 من فوق فاحنا offset 40 enter ليه ال line ده كده وبعدين هو نفسه M 16 يعني عندنا 8 فوق و 8 تحت enter فوق وتحت هنا وهنا ده الايه طبعا الام الخارجي 16 المفروض هنضرب فيها يعني احنا هنعمل اوفس تاني واحد ملي بس للداخل المفروض نضرب في 85% عشان نقدر نجيب ده كده الجزء اللي عندنا وبعدين في تريم انتر هنقص الزيادات بتاعتنا دي في ده سنتر لاين الخط نفسه نعلم عليه ونعمله سنتر لاين ده كده الايه ناقص الهاتش بتاعنا خليه تسعة مثلا بعدين الانجل زيرو حط بوينت هنا وهنا طبعا وفي الجزء ده كله هشر ده انتر اوكي خلصنا كده البارت الاول بتاع البيس الجزء اللي يعني اللي بعده اللي هو السبندل ده او سكرو
نرسمه كده بسرعة. احنا عندنا ده متماسك فاحنا نرسم نص ونسيب نص. طيب هبدأ من هنا، العرض بتاع السكوير كله 56، هاخد لاين من هنا حركة 56 على الاتنين، وبعدين نتحرك المسافة دي كلها. فقال لي البعد او الارتفاع ده كله 370، انتر. كده احنا جبنا نهايته، والمفروض لجوه عشان المايل ده نتحرك 190، يبقى نصه 190 يبقى 95، انتر. انا بجيب كده ايه من جوه. المفروض هنعمل بقى خط مايل. طيب الخط المايل عشان نجيبه احنا الاول هنعمل اوفست، هننزل تحت 80 رأسي. خلينا كده اهوت، هننزل احنا وصلنا للنقطة دي، ان احنا اتحركنا كده كده جبنا نهايته واتحركنا كده الطول ده. البعد ده عشان نجيب المايل ده اهو، احنا اتحركنا 95 اللي هي المسافة دي، عشان نرسم المايل ده هناخد اوفست ليه على بعد 80 ونوصل الخطين ببعض. طيب عشان ناخد المايل التاني هنتحرك 25 في 30، بعدين ناخد اوفست لده من هنا لحد ما يقطع المحور بتاعه. طيب احنا عندنا اهو، عندنا اوفست على بعد 80 تحت، انتر اللاين ده. وبعدين احنا جبنا كده نهاية اللاين، لاين من هنا اهوت، نمسك نوصله بنهاية الخط ده، هنعمل الفلتس دي بعدين. طيب وبعدين لاين تاني، اللاين ده عندي هنتحرك 25 بالعرض تاني، لاين 25 انتر، وبعدين هننزل تحت 25 من هنا، 2 5 انتر، هننزل تحت مسافة 30 ملي، وبعدين هناخد موازي لده او كوبي لده، انتر. البيس بوينت بتاعتي بداية الخط هناخدها ننقلها عند بداية ايه خط. تمام خلاص، ده الخط بتاعنا. طبعا هنعمل ليه اكستند، الخط ده ما عادش محتاجينه في حاجه، ديليت. لو في اكستند هنسيب ده دلوقتي. تعالى بقى ننزل نجيب ده من تحت، العرض بتاعنا هناخد لاين اهو طويل نمده عندنا، هنعمل بترم في الاخر، هنعمل اكستند لده. في هنا لاين على بعد 230 اوفست، 230 230 اوفست الجزء ده بس كده عشان نرسم القلوز، وبعدين اوفست تاني بس على بعد 1 ملي عشان نرسم القلوز الداخلي. يعني احنا قلنا 1 ملي، ممكن نخليها كنترول زد نخليها 2 ملي، اوفست 2. ده عشان نعمل تريم للباقي، وبعدين اكستند انتر. احنا هنمد ده لحد فين؟ ده هيتمد للآخر، وفي يعني جزء كده ممكن نشيله على بعد 1 ملي. تمام ده كده الايه الجزء اللي موجود عندنا. لو هنعمل تريم تاني خلينا بس كده نقول ان احنا ممكن ناخد اوفست بعد 2 انتر للخط ده عشان نشيل الباقي بالمرة. طيب تريم ايه اللي هيتشال بقى زيادات عندنا من هنا كده؟ الخط ده مش معانا. تمام هنشيل نمسح الباقي، طبعا الجزء اللي جوه ده مش معانا، ده هيتمسح هنا. ده اهوت مش هيكمل للاخر، نمسح ده. ده كله الخط ده اوريدي كده كده هيتمسح. في خلاص بتاعتنا مكملة في الاخر، في نهاية دي على بعد 30، فانا نعمل تشامفر لللاين ده. النهاية بتاعتنا فيها تشامفر، فاحنا 2 على بعد هنعمل اوفست اهوت 2 ملي كمان لده. تمام احنا عندنا لاين هيركب او يدخل من هنا من النهاية دي للنهاية دي. تمام وعامل تريم. طبعا احنا عندنا trim enter، هنقصص ده كله. نهاية المثلث بتاعنا ده موجود، اتفقنا ان الخط ده هنشيله delete.
قص، ده النص اللي موجود عندنا، وده كمان ديليت. ده الرسمة بتاعتنا، وده المفروض هيتشال عندنا الجزء ده. ده سنتر لاين، مش هيفرق معانا، أو الليرر بتاعته سنتر. لو اللاين بتاعنا السنتر لاين ممكن نكبره شوية، LTS لاين تايب سكيل 20 مثلا، ده الايه السنتر لاين بتاعنا. طبعا في فيلت لما ناخد باقي الجزء، هنعمل الاول ميرور بعدين سيلكت الجسم كله انتر حوالين المحور انتر. تمام، فدي الرسمة بتاعتنا كاملة. اللاين ده وده تول دوتت لاين، نغير اللاير بتاعتهم. دي كده الرسمة بتاعتنا، الجزء بتاع ال سبندل أو خلاص. السايد فيو ده سهل، أو البلاين يعني سهل جدا، هو مستطيل 56. السكنس بتاع الجزء اللي عندنا ده خلاص، وقالي العرض ده 56، في الطول ده كله 240. احنا ممكن سهل جدا يعني، هنبدأ بس لاين من هنا، ننزل تحت 240 5 6 انتر، وبعدين اتحرك العرض 240، بعدين هنطلع 5 6 تاني انتر، ونقفل المستطيل ده الاسقاط بتاعه. طبعا هو لما يجي يبص هيشوف الدوائر دي، الدوائر بتاعت سكرو اللي هو 56 من هنا، فاحنا لو مسكنا السنتر ده مديناه كده اهوت، وبعدين احنا عندنا ده 56، فاحنا هنعمل اوفست عشان نعمل سنتر لاين تاني على بعد 56 على الاتنين، فيبقى عندنا 28 أي خط من دول عشان نعمله سنتر. ونغير اللاير بتاعه، الدوائر دي بقى هنرسم دايرة من هنا، ده السنتر بتاعنا، احنا محددين ديامتر السكرو الثريد بتاعنا 56، 5 6 انتر. هنقول له احنا هنقول دي انتر عشان ناخد القطر، 5 6 انتر. فدي الدايرة بتاعتنا اللي بره دي مش محتاجينها، اللي جواها يبقى 56 5 2، يعني هنعمل اوفست دي جوه 2 2 انتر للدايرة دي جوه، الدايرة اللي جوه تبقى دوتت تمام. فده كده هنرسم لاين بتاع 25 لاين من هنا عند 25 ده. بعدين لاين تاني عند 25 دي، بدل ما نعمل ترم ده كده الجزء التاني. الجزء التالت اللي هو البوشين، هنرسم نص رسمة نجيب الاسقاط بتاعها. احنا ممكن بس نرسم الايه السداسي دوت الاول. احنا عندنا السيركل هنا اللي هي يعني في سيركل بتاعه الالو 56. طيب احنا ممكن نروح كده في اي مكان، عندنا سيركل هنا المكان ده، الديامتر بتاعنا 56، كله دي انتر، الديامتر 56 خلاص. دي كده ايه هيبقى السنتر بتاعنا. ممكن نرسم لاين
هنا طيب ده السنتر بتاع السيركل نعمل اوفست ليها لجوه والاثنين انتر عشان نجيب الدايره اللي جواها عشان نرسم يعني ده كده الالوز من جوه عشان نرسم راس المسمار لو ده 56 فده قده مرتين لو 112 أو 112 فيعني عشان نرسم العلوز بتاعته لتحت فبنرسم ازاي كنا بنجيب نرسم دايرة الأول سيركل تمام من السنتر ده الدايمتر بتاعنا دي انتر الدايرة دي بقى بعدها كام؟ بعدها هيساوي القطر بتاع العلوز اللي هو 56 مضروب في 1.75 عشان نجيب الدايرة اللي احنا بنرسم السداسي حواليها فيطلع 89 او 98 مللي 98 دي اللي هي الالوز بتاعنا لو 56 انا اضربه في 1.75 خلاص بعدين ارسم سداسي اجيب من هنا اهوت هيكسجونال اهوت ده بس عدد الاوجه بتاعنا هنخليه 6 بعدين حدد السنتر بتاعنا هو نفس السنتر بتاع وبعدين ان ولا سي يبقى من الخارج احنا مش عايزين الدايره بتاعتنا عايزينها بالشكل ده تمام ده الشكل يبقى احنا ده السداسي من بره الدايره دي كده كده احنا عملناها عشان نعمل حوالي السداسي مش محتاجينها في حاجه دي ممكن ايه ديليت دلوقتي طيب تعالى بقى نطلع فوق نرسم السكوير او الدايره دي فلو جينا بصينا هنبتدي انا هرسم كده ده كده اللي هي هو البعد ده كله اللي هو هنجيبه من هنا احنا عندنا الدايرة دي 70 اللي هي بتاعت دي البعد ده خلاص 56 اللي جواها هنقل 2 الطول ده 80 فأنا هبدأ من هنا كده نطلع الأجزاء دي كلها مع بعض ناخد السنتر ده كده نمده لفوق شوية نفس اللاين من هنا من السنتر أتحرك البعد ده كله قايل لي 80 فأرسم نصه بس 40 انتر هنا هنطلع مسافة المسافة دي قايل لي 34 انتر وبعدين هندخل لجوه مسافة المسافة دي 5 جبتها منين الخمسة عندي 80 الجروف الصغير ده يعني القطر الصغير ده كده 70 البعد ده قطره 70 جبته منين جبته من هنا قايل لي 70 اهوت في سايد فيو يعني الدايرة دي لا الدايرة اللي بعدها دي على طول 70 اللي جوه من هنا اهوت 5 انتر وبعدين اطلع لفوق المسافة الصغيرة اللي بعد الخمسة دي قايل 12 انتر وبعدين ارجع الخمسة تاني يمين 5 انتر وبعدين اطلع لفوق المسافة دي قايل لي المفروض المسافة دي كلها 80 في منها تحت 46 هيبقى عندي 34 المسافة اللي بعد كده انتر وبعدين الجزء اللي بعد كده هنطلع كده كده عندنا ال 112 شلنا منها ال 80 20 عندنا 32 هنتحرك لبره 16 مللي انتر وبعدين هنتحرك لفوق راس بتاعت البوش دي 20 مللي انتر وبعدين ندخل شمال تاني نص ال 100 و 12 هيبقى عندي 5 6 انتر احنا كده وصلنا المفروض ده السنتر لاين بتاعنا بتاع البوش يعني نقفل ايه السنتر لاين ده طيب بعد كده احنا ممكن نرسم لاين او نعمل اوفست اوت او ناخده من السايد فيو 5 6 على 2 ده كده وبعدين اوفست تاني على بعد 2 مللي اللي جوه اللاين ده المفروض هنكمله هنا ترم انتر ده الجزء بتاع النوت
طبعا احنا لما نيجي نعمل سيكشن ونهشر، هنهشر ده كده كده كده، زيادة دي المفروض هتتشال معانا لو الجزء ده، احنا بس بنرسم دلوقتي زي ما هو عندنا. ممكن ناخد خط ده نكمله لهنا لهنا، عندنا تريم انتر، هنقص الزيادة دي. طبعا اللاين ده المفروض الاتنين دول دوتت، نرسمهم بي قداش. طيب الخطوة اللي بعد كده هنعمل ميرور للرسمة كلها، انتر حوالين السنتر لاين، تمام. احنا ناقص لنا هنا الدايرة السبعين، الدوائر دي برضو دوتت، دايرة من السنتر ده، الديامتر بتاعنا دي انتر 70، دي دايرة 70، وفي دايرة 80 انتر تاني، عايزين دي الدائرة اللي بره. فكده دي الدوائر الموجودة عندنا كلها. طيب احنا كده رسمنا البيز بندل، رسمنا البوش، ناقص السيت سكرو، ده سهل بسيط جدا يعني. هو عامل لي كده اوفر سكيل عشان هو صغير، احنا هنرسم الاطوال دي عندنا 15، الجزء الصغير ده بتاع النط 15، احنا هندخل بس ايه 2 مللي لجوه، احنا هناخد لاين اهوت، هناخد الطول ده اول طول عندنا اهوت، اسكيب لاين، هنتحرك كده بس عشان نبقى عارفين احنا هنعمل يعني، نرسم النص ده بس اللي تحته ونعمل له مر، النص ده العرض ده كله قايل لي 16، فانا هنزل 8 وامشي بقى مع الابعاد دي واحده واحده لحد ما اخلص الاخر. طيب عندي لاين امشي كده المفروض 8 انتر، وبعدين هتحرك الطول ده، هنكبر كده شوية عشان الرسمة دي صغيرة، 8، الـ8 اللي عندي دي في طول 15 انتر، هندخل لجوه 2 مللي انتر، وبعدين اتحرك الطول اللي عندي قايل لي 5 بس انتر، بعدين ارجع لـ2 مللي تاني انتر، وبعدين اتحرك الطول اللي بعد ده كله 27 مللي انتر، بعدين هندخل للداخل القطر ده 10، 10 من 16 يبقى عندي في 6، يبقى احنا هندخل لجوه 3 مللي انتر، وبعدين هننزل لتحت 8 مللي انتر، وبعدين ندخل للداخل 5 مللي. المفروض لما نيجي نطلع كده يقفل ده على ده، كده احنا رسمنا النص لتحت. طبعا في ارك هنا هنعمله بعدين، في اوفست للجزء دوت، اوفست 2 مللي انتر لي او مللي يعني حسب احنا هنعمل ايه، خليها ايه مللي واحد بس، واحد انتر كده. طبعا احنا في قانون اللي هو 85% من القطر اللي هو 16، يعني اضرب 85% في 16، فاحنا مجازا بس هنقول لها ايه مللي، ونخلص اللاير دي نخليها قديش. ده الجزء، في ارك هنعمله في الاخر، في الكروس ده بتاع السكوير لاين من هنا، يعني في كده ارك هو المفروض ده يتعمل كارك، يعني البعد ده اصلا 5 اللي هي الجروف دي حتة 5 مللي كده، فممكن نعملها 5 مللي الجروف اللي عندنا، ممكن يعني نعمله كأرك ونعمل ترم للباقي، هو الأرك عندنا هناخد start center end start to end و reduce و ده start del end، لا هو يبقى انتر، نبدأ من هنا
عشان نتحرك مع عقارب الساعة. تمام، 5 انتر. نعمل ترم قص الباقي، قص ده طبعا يعني ده موجود معانا. طبعا انا غلطت في ده، ده المفروض انا اوصل، هنعمل الكلام ده هنا، ده بده هنعمل الارك من هنا تاني اهوت ارك، ده الستارت بتاعنا وده الاند، 5 انتر. ده الجروف، هنشيل بقى ايه ترم الباقي كله انتر، ده مش مظبوط عندنا. طيب هنا ده اتشال، ده نعمل لاين من هنا ميرور للجزء ده كله. طبعا في لاين تاني احنا ناسيين الحاجات دي، في لاين من هنا ميرور انتر، ده السنتر لاين بتاعنا انتر. عندنا الكروس لاين، لو عايزين نرسم الكروس لاين اهو، انا ده كده نوصله كده انتر انتر تاني. هنا طيب ده طبعا هيبقى السنتر لاين بتاعنا، هنعمل ارك، ارك برضو هنبدأ من هنا، وده الستارت وده الاند. الريديوس بتاعنا بتاع الارك ده رود 10 ملي، يعني الفلت دي هو الدايمتر كله هنخليه 8. فده الايه السيت سكرو بتاعنا، اللاير بتاع ده سنتر. دي كده البارتس بتاعت الرسمة كلها. اتمنى يعني احنا ممكن نعمل سكيل، امر سكيل اكبر دي شوية عشان هو عامل لي اوبت سكيل عشان تبان الاوبجكتس اللي هو ده انتر. المفروض بيقول لي بيس بوينت، فاحنا لو قلنا ده البيس بوينت هنكبرها مثلا نضرب في 2، الرسم كلها تكبر شوية عشان تبان بالنسبة للباقي. يعني احنا هنكتب لك كده ان هو ده اوفر سكيل، عشان تاخد بالك ان هي دي يعني هي مضروبة في سكيل، عشان تقدر الاطوال دي صغيرة بالنسبة لباقي الرسمة تقدر تبان معاها. يعني اتمنى يكون الجزء ده واضح ونطبق الكلام ده مع نفسنا يعني.